كوكو، انا الدي بصحي الناس. صباح الخير عالحلوين اللي جايين بيزرونا. انا واقف بكل شموخ وجمال، انا ابريق مروان ابن محمد، ليا وظيفة وقيمة، بصب المية من فم ديك بيصيح يرمز لصلاة الفجر علشان الناس بتتوضى بي. شكلي جميل، جمالي في دقتي ورشقتي، وعشان كمان زمن وجودي في العصر الأموي، وتسميت على اسم آخر ملوك بني أمية، مروان وأبوه محمد. لقوني هناك جنبه، جنب مقبرته في أبو صير. جه مصر هربان بعد معركة نهت على دولة وقامت بعدها دولة. إبريق من برونز، له قاعدة مستديرة وبدن كري ورقبة أسطوانية، وللإبريق صنبور على شكل ديك مبسوط الزيل، مشدود الجسم ومفتوح المنقار في وضع الصياح. ترى على الإبريق سنة 1903 على يد البعثة الألمانية في منطقة أبو صير الملك. مات الملك وبقي الإبريق ليكون لنا ذكرى وشاهد من التاريخ. أنا فرحان قوي بوجودكم معايا، ومستني تيجوا تاني وأشوفكم. أنا موجود على إيدك اليمين، متحف الفن الإسلامي في قاعة 1.